بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله تبارك الله. تاريخ 5/12/2020 يوم الانتخابات. تونا مصوتين انا ومعاذ عسى الله يحفظها يا رب، وطالعين. الساعة حاليا 4 العصر قبيل المغرب. الاجواء جميلة ما شاء الله. عسى الله العلي العظيم ان يوفق الصالح لهذه الانتخابات ويكفينا شر الفساد. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم اكفنا شرارنا، اللهم اكفنا شرارنا، اللهم اكفنا شرارنا. اللهم اكتب لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم اهدي ضال المسلمين يا رب العالمين. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم احفظ هذه البلاد أميرها وولي عهدها وشعبها يا رب العالمين من كل مكروه، واحفظنا بحفظك، من علينا بفضلك وجودك وكرمك وعطائك. اللهم تقبل عملنا واجعله خالصا لوجهك الكريم يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم صيبا نافعا، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، ولك الحمد ولك الشكر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا